كيف الناس الكل؟ إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام يا ربي. رجعنا في فيديو جديد، برشا طاقة باش تشوفوها في الفيديو هذي. رجعنا لكم بنفحات وبموجات رمضانية جديدة، مواصلين في تحذيرات رمضان كالعادة والعويد، وكما حال كل دار تونسية توا. لكن قبل كل شيء لازم نحضروا هيك القهوة اللي تسر العينين واللي باش تونسنا نهار كامل، خاطر أنا نشربها رشفة رشفة، نعمل عليها كيف هكيكا تونسني باش نكمل القضيه الكل. توا كما قلت لكم، معناتها الديار الكل حالين حوسه ما شاء الله على الميساجات نتاعكم اللي قاعده تجيني على الانستغرام. غاديكا ديجا ديما نهبط ستوريات شاك جور، معناتها حياتي اليوميه غاديكا. فكلكم تبارك الله، ربي يشدكم بالصحه والعافيه، ان شاء الله رمضانكم مبروك بالمسبق وتصوموه بالصحه والعافيه يا ربي. دونك حبيت زيد انا هكا نصور لكم حاجات، لعل وعسى اللي مازال ما خلطتش واللي مازالت هكا باخله قوم تنشط. اليوم باش نعملو الفريجيدير. بون معناتها بامال دو فوا نبارطاجي معاكم لي زاستيوس نتاع التنظيف كالعاده بالماء والخل والقارص، وتحكوا الفريجيدير نتاعكم يخرج فيه وحيلقي يعشق. غسلنا لي زيتاجير الكل، نشفنيهم بالطبيعه، ورجعنا الفريجيدير كامله نظيفه تللش. توا نحب نبارطاجي معاكم هال الحكيكات هذوما، ياسر 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 محلين، خديتهم من عند مغاس تقمر. بو باش نكون واضحين، هما راهم بلاستيك وما همش باللار، لكن هيك البلاستيك الغذائي معناتها ياسر تحفون، واللي طونش نتاعو قوي برشا، معناتها ما نعرفش شنو يسميوه، لكن ريتو الخطاب السيف ما يتحل، معناتها يمنع دخول الهواء جمله. دونك هذاك علاش اكثر حاجه عجبتني، ماهوش معناتها الخطاب نتاعهم اللي يبدا يتلقلق، فهمتوا، معناتها يتسكر بالكدا بالكدا بالسيف تحلو، ومنظرهم ياسر يعشق. كي حطيت فيهم الحاجات والفحات اللي باش نحطها فيهم خرجوا يعشقوا يعشقوا يعشقوا. هوني كيما شفتهم نحيت لهم البلاستيك وكساشيات وغسلتهم وخليتهم يستخطروا، نشفتهم بطبيعه وحذرتهم على جنب. جوست هكا ما صورتش كل شيء باش ما يجيكمش الفيديو طويل، ديما ماذا بيا نكون هكا خفف ودلل معناتها. سينو كيما كل عام افواغين ديما معناتها ما تتقطعش من عندي، خاطر فيها عندها حاجات مش ما تجيش تشريهم من برا، معناتها كيما حتى المستوره، كيما فرينة الروز، فرينة الشوفان، نعرفش البرة بشنو مخلطة، معناتها أكيد راهو زايدين الفرينة، وإحنا ماذا بينا ديما نهربوا للحاجة الناتوريل، معناتها كي نشوفوا مثلا الشوفان مرحي سي تدير راهو شوفان صافي، ما تزيدش معاه حتى شيء آخر. أبورين هذه الحاجة اللي تخدم عليها بالحق، والواحد توا ولينا كيما قلت لكم ولينا هاربين للحاجات الناتوريل. توا نحكي لكم على البرودوي شوية، لهنا فرغت هيك السلايلة اللي كلها فحات وهيك الدنيا خرجت قبل بنهار للبلاد، خذيت اللي ناقصني واللي وشفت معناتها شنو ينقصني وشنو يزيدني ومشيت كملته. دونك عندي الحكوك البلار اللي هذوما ديما تسألوني عليهم، هذوكم راهم مش جهاز، والله العظيم مش جاهز. دوك باش نحاول نجاوبكم على كل حاجه تعرضني في الفيديو هذايا. زيد برشا منكم يقولوا لي القهوه نتاعك اعيك القهوه، قهوه ناخذها من عند بوندان خلطه ولا ساعات نشريها صافيه ياسر بنينه، انا واحده من الناس ما نبدلهاش، معناتها هذيك هي، وتترحى فريشكا معناتها بالوقت، معناتها يرحي لك وتهزها تهبل. باش نفرغ هيك الحكاك الكل من الخيرات اللي موجودين الحمد لله يا ربي انعمت فزدنا من نعيمك. شوفوا مزيانهم الحكوك خرجوا، هذه اللوبيا لقيتها قديش عجبتني، قلت خليني ننصح بها البنات، شكرها لي الراجل، خاطر العاده ديما تتباع عنا اللوبيا البيضاء. هذه الحمراء ياسر محلاها، قال لي راهي تتسمت تتعمل في السلاطه، في تجي شكشوكه ولا مرقه، معناتها معناتها تجي ياسر بنينه، فاخذيت منها خاطر انا نحبها الحقيقه البيضاء، لا نحب الحمراء هذيك تعجبني. وبالطبيعه العدس هذيك سوبا عدس لرمضان، الحكوك البقيه ذوما حطيت فيهم شيء حمص شويه هكا مقرونه الوان، هذي عندي نوا دو بيكون زيد كيف كيف كملت حطيته، معناتها خذيت 10 حكوك، الحكه في بالي بستة دينارات وحاجه هكا شويه صرف. دونك تلقاهم في مغاز تقمر كالعاده، انا راني ناخذ كان من غادي ما شاء الله عنده برشا شوا يجيبهم مزيانين. سينو حكوك البلار هذوما الغطاء نتاعهم زاد يسكر بالكدا بالكدا وباهين، خيرت اني نحط فيهم الفيكيا. الفيكيا لهنا راني ناخذ شويه شويه حسب الحاجه نتاعي قد قد، ما نكثرش على خاطر توا الدنيا ماشيه وتسخن، وديما ماذا بيك ديما تاخذ حاجه فريشكه خير، معناتها فهمتوا. دونك الفيكيا اذا كانت تحبوا تستحفظوا عليها
إذا كان الدنيا باردة حطوها البرة، وكاني في الصيف حطوها في الفريجيدير، راهو ما يصير لها شيء. لهنا عمرنا الحكايكات، شوفوا ما شبهم خرجوا ياسر مزيانين، الخيرات الكل فيهم. وديجا هذه أحلى حوسة عندي، ما نعرفش علاش عندها في رمضان، لازم الواحد هكا يتفقد التريكن متاعو هكا مليانين فارغين يكمل. دونك هذو ما زادة لحكوك راهو ديما تسألوني عليهم، زادة كيف كيف خديتهم من الجهاز. دونك ما شاء الله كل شيء تعبى، توا ما ننسيوش باش نعملوا مسحة لك الغبابر. دونك لهنا راهو فكرة أخرى، فما حكوك مكتوب عليهم بالنوار، تنجموا أنتم تاخذوا فكرة، تاخذوا هيك الستيلو بيرمانو متاع التابلويت، معناتها تكتبوا في البلار راهو عادي، وتنجم تمسحوا. أنا شيء خليته وشيء مسحته، حاسيلو هكاك على الجو برا عملته، سينو خليتهم أونيل كلهم ديجا ما شاء الله ألوانهم ظاهرة، الحاجات اللي في وسطهم الكلها ظاهرين، معناتها ما نستحقش باش نكتب فيهم ولا نلصق فيهم تيكي. دونك نمسحوا للغبرة اللي فيهم الكل، محالة هما منشفين ومغسولين، لكن كمهم لازم باش نعديو عليها هكا تبقى به. سينو فما لي بونبون هذوما قداش عجبوني، ياسري هبلو. بو انا راني ناخذ من باب الجبلي، فما بوتيك حواور دونك يبيع كل شيء ما شاء الله، اللي شفتوه الكل في الفيديو خديته من غاديكا، في بالي المكني لقبو هكا اسم للبوتيك كان مانيش غلطه، حاسيلو بعد هيك الكوشه الزمنيه اللي موجوده في الباب الجبلي. دونك هو غاديكا ما شاء الله يعشق، عنده شويه يقتل، فلي بونبون هذوما زيد انصحني بهم، حبيت نجرب ياسر يقتلوا بالحمص، ياسر مزينهم ياسر بنين، فاخذيت شويه هكيك يعني عجوا برا. سينو كمان نظفنا هيك الليزيتا جير الكل ولا البلاكارات الكل اللي مش نحط فيهم، بالطبيعه لازم نعديو عليهم مسحه، نعملوا لهم مسحه معناتها، ونرجعوا الحكايات نتاعنا. بالنسبه لحكوك، الحاجات اللي ما نستحقهاش ديما خليتها لداخل، واللي نستحقها لبرا خليتها على برا، فهمتوا؟ واللي ما نسحقوش اكثر معناتها نحطه الفوق، واللي على ايدي ديريكت هكا على برا، معناتها كل مره نزيد ونحط ونرتب، حاصيله في الاخر خرجت بالريزلتا هذيك. عجبني التنظيم هكاك، فحطيته يحكم فيا الضيق هذاك علاش، ولا راني حطيته من الكل هكا مزيانهم صف كامل يبداو، لكن حتى هكاك سامخ سافا. الجر هذيا حطيت فيه هكا الحكوك الكبار كبار كبار معناتها، واللي رزان معناتها ما تجوش تحطهم الفوق. دونك كيما قلت لكم هذم الاربعه اللي حطيتهم لين مش جهاز، سينو الحكوك اللي اختاها ملوح من عزيزه، والا صغرونات هذوما من اسباس زيد اللي اختاهم بلار. دونك او كنحاول معناتها راهو امشيو لغاديك الاسباس زيد ما غاستقمر، فما برشا بلايص انا ديما نحكي عليهم في الفيديوهات تلقاو فيهم برشا شو، ديما تفقدوهم امشيو واعملوا طله تو تلقاو اللي حشتكم بيه باذن الله. هوني الجام كامله متاع افواغين اللي خديتها حطيتها ورا الباب، من الغرانولا لحسل مستوره الفرينه الروز الشوفان الفرينه اللوز زيد كملت عملت ويده على القجر الاول نتاع الكوفي كورنر، نقص اللي ما حاشتش بيه خليت الا لازم في اللازم، هيك السيرفيس الابيض حطيته هوني الحقيقه خفت عليه خاطر الطاوله ديما نستحقها. سينو لمست الاخيره توا بعد نظفنا كل شيء، الدنيا كل رجعت بلاصتها ما شاء الله. استيو صغرونا للي تحب طريقه تنظف الفريجيدير ولا لي بلاكار اللي كيفي انا مع ام دي اف استراتي فيه، راهو باللاجكس يخرج كل شيء يلمع، تو تشوفوا في الفيديو في الاخر. دونك الفريجيدير رشه من هوني ورشه من غادي، ونمسح بطبقه معناتها ميكرو فيبر يخرج يلقلق. هذا هو الفيديو متاعنا بالنسبه لليوم، خفيف ظريف طله خفيفه، ما حبيتش نطول برشا. المهم هني معكم راني وينيش نسيتكم، وكهو ان شاء الله يكون يعجبكم واستفدتوا هكا وانسبيريتوا منه وتشجعتوا، وشوفوا ما شاء الله خرجت الدنيا تعشق. توا نخليكم في امان الله، على امل انه نرجع لكم في فيديو زينه الدار وزينه رمضان، ربي يجيبوا على خير وسلامه. باي باي وسلامه.